طلاب الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير ولقاء جديد في مساق محاسبة مالية 2. إن شاء الله اليوم هنستكمل شرح الفصل أو الوحدة الثالثة اللي هو جرد الأصول الثابتة، وهنكمل طرق الجرد، وتناولنا أول 3 طرق اللي هي طريقة القسط الثابت، طريقة القسط المتناقص المضاعف أو الضعف القسط الثابت، وإعادة التقدير. اليوم إن شاء الله هنكمل وهنستقبل أو هنشرح الطريقة الرابعة اللي هي طريقة القسط المتناقص مجموع أرقام السنين أو السنوات. طبعا متفقين، كل طريقة لها قانونها، تمام؟ نحفظ القانون وبنجيب البيانات من السؤال وبنطبق القانون في الحل، وبالتالي بنطلع المطلوب إن شاء الله. قانون هذه الطريقة ينص على التالي، ركزوا معي. نفتح قوس، تكلفة الأصل ناقص الخردة ضرب العمر الباقي زائد 1، العمر الباقي زائد 1 على مجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي. يعني أول حاجة بنحسب التكلفة، بننقص الخردة بنطلع الرقم، بعدين العمر الباقي زائد 1 بنطلع الرقم، نضربهم في بعض، بعدين بنقسمهم على مجموع أرقام سنوات العمر الإنتاجي. الترتيب هذا مطلوب لأنه أي اختلاف فيه ممكن يديني ناتج خطأ. طيب مثال 9 بيقول لي سيارة تكلفتها 5500 دينار وقيمتها كخردة 500 دينار، عمرها الإنتاجي 4 سنوات. احسب قسط الاهتلاك طيلة عمر السيارة، احسب قسط الاهتلاك طيلة عمر السيارة. باجي مجموع أرقام السنوات، أول حاجة ببدأ أمسك واحد واحد، القانون هيو عندي، تكلفة الأصل موجودة؟ موجودة 5500، قيمة الخردة موجودة؟ موجودة 500. طب يا أستاذ مش موجودة؟ صفر. لو ما أعطانيش في السؤال أو ما قاليش قيمة الخردة صفر، أو ما جابش سيرة الخردة، تلقائي في أصول ليس لها خردة قيمة فبتكون صفر. طيب هان الخردة 500، العمر الباقي تمام هنشوفها لاحقا، زائد 1 على مجموع أرقام السنين. كيف احتسبنا مجموع أرقام السنين؟ قال لي بتيجي بتجمع من 1 لعمر السنين تبعها، يعني 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4، تمام؟ 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4. أو في طريقة أخرى ركزوا معي، تمام؟ اللي هو قانونها، لو بدنا نفتح صفحة زي هيك، قانونها بيقول قانونها بيقول نون، افتح قوس، في نون زائد 1، سكر القوس، تقسيم 2، نون اللي هي عدد السنوات، في نون زائد 1 اللي هو عدد السنوات زائد 1، لما تضربهم في بعض قسمهم على 2 بيديني الناتج. يعني في السؤال عندي عمر الأصل قال لي 4 سنوات، عمر الأصل هيطلع معي قال لي عمر الأصل 4 سنوات، بروح أنا إيش بقول؟ طلع معي 4، افتح قوس، 4 زائد 1، سكر قوس، على 2. لو جينا نطبقها على الآلة الحاسبة نشوف قديش بيساوي. هيو هنقول 4، هي فتحنا قوس، عفوا عشان بس الماكينة، ضرب، افتح قوس، 4 زائد 1، سكر القوس، يساوي 20، تقسيم 2 بيطلع 10.
أربعة، افتح قوس، 4 زائد 1، 4 زائد 1 خمسة، 4 في 5 ب20، تقسيم 2 بيطلع عندي 10. هاي طريقتين. طيب طلعنا مجموع أرقام السنين 10 سنوات، تمام. ببدأ أحسب قسط الاهتلاك. قال لي طيلة العمر، طيلة العمر السنة الأولى تكلفة الأصل 5500 ناقص الخردة 500 ضرب افتح قوس العمر الباقي، هي عمرها 4 سنوات. لما السنة الأولى انتهت، يعني كأني في نهاية السنة الأولى، معناها إنه راح من عمرها قديش؟ سنة. هي عمرها 4 سنين، أجت في 1/1، في 31/12، معناها خلص من عمرها سنة. إذا العمر المتبقي قديش؟ 3. طيب زائد 1 4، 500 5500 ناقص 500 بيطلع 5000، 5000 في 4 بيطلع عندي 20000، على 10 بيطلع 2000. هيو لو جبنا الآلة الحاسبة بكل بساطة، أنا بدي أطبق 5500 ناقص 500، هاي 5000 ضرب 3 زائد 1 4، 20000 تقسيم مجموع أرقام السنين 10 بيطلع عندي السنة الأولى 2000. طيب السنة الثانية 5500 ناقص 500 هي 5000 ضرب الاثنين، من وين أجت؟ قال لي يا استاذ هي عمرها 4 سنين، اهتلك منها سنتين، مش السنة الثانية سنة وسنة، هي سنتين، راح من عمرها سنتين. إذا ضل من عمرها قديش؟ فقط سنتين. سنتين زائد 1 3، إذا 5000 ضرب 3 15000 تقسيم 10 بيطلع 1500. شايفين؟ طلعت 1500. طب في السنة الثالثة نفس الفكرة، 5500 ناقص 500 في 1 زائد 1، ليش 1؟ هقول له 4 سنوات عمرها الإجمالي، راح منهم اهتلك منهم 3 سنين، بضل سنة واحدة. إذا 5000 ضرب 2 10000 على 10000. في السنة الرابعة نفس الشيء، طبعا في السنة الأخيرة بيكون العمر المتبقي صفر، خلص خلص عمرها، تمام. فبيطلع 5000 على 10 500. لاحظوا انه احنا لو جمعنا قيمة الاهتلاك 2000 و1500 3500 4500 5000، 5000 نقص القيمة الإجمالية، بضل فقط قيمة الخردة. طب بس هيك؟ لا، لسه مناها احنا، طبعا هي اسمها طريقة القسط المتناقص مجموع أرقام السنين. لو قرمناها بطريقة القسط المتناقص المضاعف أو الضعف القسط الثابت، هنلاقيها نفس الفكرة. في السنة الأولى تهتلك أكبر، كلما تقدم العمر يقل قيمة الإهلاك، لأنها نفس الفكرة، إنه العطاء الأصل في السنوات الأولى أكبر من عطائه في سنوات عمره الأخيرة. طيب آلة، تمام، آلة عمرها 5 سنوات، قيمتها 16000 والخردة 1000. طبعا السؤال هنحله باختصار شديد. السنة الأولى اللي هو 15000، من وين أجد 15000؟ اللي هي عبارة عن 16000 ناقص 1000 15، فهي طبعا هذه ثابتة في جميع السنوات، لأنه القانون ثابت، قيمة تكلفة الأصل أو قيمة الأصل ناقص الخردة، اللي هي 16 ناقص 1000 هي 15000 ضرب العمر الباقي زائد 1. قال لي هي عمرها 5 سنوات، لما تخلص من حياتها سنة، قلت له بضل 4 سنوات زائد 1 هي 5، ف15000 ضرب 5 على مجموع أرقام السنين 15. من وين جبنا 15؟ باختصار شديد على طول يا أستاذ، سهلة جدا. يا بتقول 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 بيطلع عندك 15، أو الطريقة الأخرى اللي احنا قلنا نون اللي هي 5 ضرب افتح قوس، تمام، نون اللي هي 5 زائد 1 سكر قوس ويساوي 30 تقسيم 2 بيطلع 15. تضرب وبتقسم تطلع السنة الأولى 5000، السنة الثانية 15000، طبعا ثابتة بجميع الأحوال الطرف هذا، بس الطرف اللي بتغير عندي هان اللي هو العمر الباقي زائد 1، كل سنة بنقص 1، شايفين؟ كل سنة بنقص 1، طبعا السنة الخامسة الأخيرة بيكون 0 زائد 1 اللي هو 1، لأنه لم يتبقى في عمر الأصل أي شيء. طيب طريقة سهلة وبسيطة بس بدها تركيز.
طبعا معدل الاستهلاك في الساعة، وهذه بيستخدموها في الأصول اللي عمرها أو بتقدر أعمارها بالحركة، زي السيارات يعني كيلوات أكم كيلو مشيت، أو الآلات أكم ساعة اشتغلت، والطيارات وإلى آخره. طيب إيش قانونها؟ تكلفة الأصل قسط الاحتياج تبعها، هي نحسب تكلفة الأصل ناقص الخردة لحال، بعدين ضرب عدد ساعات الإنتاج أو ساعات العمل خلال السنة الفترة المعينة على العدد الساعات الإجمالية طيلة العمر. نوضحها طب يا أستاذ أكتر؟ بنوضحها. هو فكرته إيش قائم؟ قائم إن هو بيهتلك كل فترة جزء، تمام؟ فهذا القانون البسط والمقام هذول هو جزء من كل، بيطلع لك نسبة قديش اهتلك، لما بتضربه في التكلفة ناقص الخردة بيطلع لك قيمة الإهلاك. نوضحها أكتر. أنا عندي آلة قيمتها 10,000 دينار وخردتها 1000، وقال لك إن هذه الآلة بتشتغل 20,000 ساعة، طول حياتها 20,000 ساعة، أيوة يقدر، شايف مقدرة لأنها تقدير، طيلة عمرها 20,000 ساعة، عملت فعليا بس قديش؟ 200 ساعة. بنقول تكلفة الأصل كيف نهتلكها بطريقة معدل الاستهلاك بالساعة، قال لي تكلفة الأصل ناقص الخردة ضرب عدد ساعات، تمام، خلال الفترة خلال السنة، عدد الوحدات خلال السنة على الساعات أو العمر الإنتاجي كله الإجمالي. 10,000 ناقص 1000 9,000، فيش فيها صعوبة. طب هي اشتغلت كم ساعة؟ قلت له والله 200 ساعة. ممكن يقول لك كم وحدة أنتج؟ والله أنتج 200 وحدة من أصل 20,000 وحدة، طلع 200 طن لو منجم من أصل 200,000 طن. المهم هو أنتج، اشتغلت 200 ساعة من أصل 200 أو 20,000 ساعة، ف200 على 20,000 بيطلع 1/100 ضرب 9,000، يعني كأنك بتقول هي تطلع معي أحسبها، بحسبها بقول هي 1000، الأمر سيان عندك، هي 10,000 ناقص 1000 بيطلع 9,000 ضرب 200، تمام، تقسيم 20,000 بيطلع 90 على طول، لأنه علاقة الضرب علاقة تبادلية بتأثرش في الناتج. المهم اطرح اللي بين قوسين قبل اطلع نتيجته، تمام، بعدين اضرب اقسم اللي بدي اياه، مش خلاف. طبعا الطريقة الثانية اللي هي معدل النفاذ، طبعا نفس هي فكرة المعدل الاستهلاك في الساعة فكرتها، بس تستخدم في نظام المناجم والفحم والكذا، تمام، وهو نفس الفكرة ان هو بيقدر قديش قيمة المنجم، نفس الفكرة هان، تكلفة الاصل هو المنجم قديش، لما يفضل منجم من الثروة تبعته قديش، لو بدك تبيعه خردة أرض مثلا على عدد الساعات، هن بيكون نظام اللي هو مثلا قديش عدد الوحدات المنتجة الأطنان المستخرجة على المقدرة إجماليا، هو مثلا في 100,000 طن. وبتيجي عند الطريقة السابعة نفس الفكرة برضو، طرق نظرية نفس فكرة اللي هو معدل النفاذ واللي قبليها. طبعا المعالجة المحاسبية تناولناها المرة الماضية، ووصلنا لمثال رقم 15 اللي هو المثال الشامل، تمام، عندي مثال شامل، وهذا ركزوا معي منيح، قبل هيك اجا سؤال امتحان مع بعض التغييرات البسيطة، الامثلة الشاملة هذه امثلة حاسمة، تمام، وشاملة لموضوع الوحدة، فبتكون محل اسئلة امتحانات. طيب اجا قال لي اشترت شركة غزة شاحنا بمبلغ 32,400 دينار، وقدر الخبراء العمر الإنتاجي لها 4 سنوات، تكون بعدها قيمة الخردة 2400، أعطاني قيمة أصل، عمر أصل، قيمة الخردة تحت الأصل بس، قلت له لا، واداني كمان المسافة التي ستقطعها خلال عمرها الإنتاجي، قال لي هذه هتمشي 160,000 كيلو. طب ايش المطلوب يا باشا؟ قال لي المطلوب بدي اياك تحسب لي مصروف الاهتلاك للشاحنة للسنة الثانية بالطرق التالية. شوف ايش اجا قال لي، بده قسط الاهتلاك تبع الشاحنة الاصل هذا، بس مش للسنة الاولى ولا لطيلة عمر الاصل، قال لي بس للسنة الثانية. طبعا على افتراض انه اشتراها طبعا في بداية العام اللي هي في 1/1، قال لي احسب لي بطريقة القسط الثابت
القسط المتناقص سواء كان ضعف القسط الثابت أو مجموع أرقام السنين يعني الطريقتين ومعدل الاستخدام. إذا علمت أن المسافة المقطوعة خلال السنة الثانية 22,000 كيلو متر مشيتها الشاحنة. القسط الثابت مش صعبة، وطبعا القسط الثابت قلنا الأرقام القسط الاهتلاك السنوي ثابت مش متغير، نفس القيمة متساوية. فإيش قلنا؟ قال لي 32,000، 32,000 قسط ثابت إيش قانونه؟ قلت له قيمة الأصل ناقص الخردة على العمر الإنتاجي. قيمة أصل 32,000 ناقص الخردة 2400، 32,400 ناقص 2400 قديش بضل؟ 30,000 على 4 بيطلع 7,500. هاي القسط الثابت أو قسط الاهتلاك للسنة الثانية بطريقة القسط الثابت. قيمة الأصل 32,400 ناقص قيمة الخردة 2400 على العمر الإنتاجي 4 سنوات بيطلع 7,500. طيب نيجي بعديها القسط المتناقص ضعف القسط الثابت أو المضاعف، تمام؟ يا بقول زي ما هو حالي في السؤال، طلع اللي هو القسط الثابت على صافي الأصل، تمام، قسط الاهتلاك تقسيم خدناها المرة اللي فاتت، تقسيم صافي قيمة الأصل هو الأصل ناقص الخردة تطلع 25%، بضربها في 2 عشان يكون ضعف القسط الثابت. قسط الاهتلاك السنوي هان 25% بطريقة القسط الثابت، بضربه في 2 بصير 50%. هاي طريقة، أو طريقة أسهل، أسهل يا أستاذ ولا حاجة، بقول 1 على العمر الإنتاجي، هاي 1 تقسيم العمر الإنتاجي 4 سنين بيطلع 25% ضرب 2 بيطلع 50%، هيها نص ضرب 100% بتطلع 50%. 1 على العمر الإنتاجي ضرب 2 بيطلع عندي 50%. طيب أول حاجة بدي أنتبه إلها، أول حاجة بدي أنتبه إلها إنه أنا عشان أطلع قسط الاهتلاك للسنة الثانية في طريقة القسط المتناقص المضاعف يجب أن أطلع السنة الأولى، وهان كان التريك في الامتحان، إنه أغلب الطلبة غلطوا غلطة القسط الثابت، إنه فكروا زي القسط الثابت راح أعمل السنة الثانية على طول. لا، هان في عندي مجمع إهلاك تراكمي باخده في عين الاعتبار، فبقول القسط الثابت يساوي قيمة الأصل 32,400 ناقص مجمع الإهلاك. طبعا في السنة الأولى فيش مجمع إهلاك لسه جديد، فيش له قبل هيك إهلاك، ناقص صفر ضرب قسط نسبة الاستهلاك المضاعف، فبيطلع 32,400 ضرب 50% بيطلع 16,200. هان بعديها بقدر أطلع السنة الثانية قسط استهلاك السنة الثانية أو إهلاك السنة الثانية 32,400 ناقص 16,200 بضل عندي 16,200 مش النص، ضرب 50% بيطلع 8,100. هي الجواب المطلوب، هي حلينا المطلوب الثاني الجزء الأول. طب المطلوب الثاني الجزء الثالث، مجموع أرقام السنين قيمة الأصل ناقص الخردة 30,000 بيطلع 32,400 ناقص 2,400 30,000 ضرب العمر الباقي هو عمرها 4 سنوات، راح منها سنتين مش قال لي السنة الثانية، بضل سنتين زائد واحد هي 3، عرفت من أجهزة الثلاثة اللي هي 2 زائد 1، عمرها 4 سنوات راح منهم سنتين، ضل سنتين زائد واحد 3 على مجموع أرقام السنين اللي هي من 1 لـ 4 اجمعهم بيطلع 10، بيطلع عندي قسط اهتلاك السنة الثانية 9,000. طب معدل الاستخدام، قلت له معدل الاستخدام يا سيد الفاضل بسيطة، 32,400 ناقص 2,400، تمام، هاي قيمة الأصل ناقص الخردة ضرب عدد الساعات اللي مشيتها قطعتها خلال العام، قال لي 22,000، تمام، على 160,000. طبعا هي هذا هو الجواب، هان الرقم هذا اللي طلعه اللي هو ناتج هذه. لا، احنا بدناش نمشي زي هيك، احنا بدنا نمشي زي القانون عشان ما نتلخبطش. قال لي القانون ايش؟ قال لي قيمة الأصل 32,400 ناقص الخردة 2,400، طلعت الناتج اللي بين قوسين، تمام، هي 30,000 ضرب الساعات اللي مشيتها خلال العام أو المسافة اللي قطعتها خلال العام، قال لي 22,000 كيلو، تقسيم العمر الإنتاجي أو العمر اللي هيتمشيه كله اللي هو 160,000 بيطلع 4,120 دينار، تمام؟ دايما اللي بين قوسين بنحسبه بنحطه على جنب
وبعدين بنحسب باقي الأمور التانية. طيب نيجي لمثال شامل رقم 16. قال لي ظهرت الأرصدة التالية في ميزان مراجعة شركة حيفا التجارية في تاريخ 31/12/2009، 34,000 سيارات، 24,000 أثاث، 12,000 أجهزة كمبيوتر، 45,000 آلات، 280,000 عقارات. قال لي وإليك المعلومات التالية بتاريخ 31/12/2009. قال لي السيارات تم شرائها في 1/1/2009، والعمر الإنتاجي لها 8 سنوات، ويمكن أن تباع كخردة في نهاية عمرها ب 2500، وتستهلك بطريقة مجموع أرقام السنين. قلت له كلام سليم حلو. قال لي الأثاث بتاريخ 1/1/2009 تم شراؤه باستثناء جزء منه قيمته 4000 دينار، تم شراؤه في 1/7، علما بأن العمر الإنتاجي 5 سنوات وتستهلك بطريقة القسط الثابت. طيب قال لي أجهزة الكمبيوتر انشرت في 1/5/2003، والعمر الإنتاجي لها 5 سنوات وتستهلك بطريقة القسط الثابت. قلنا له كلام سليم. النقطة الرابعة الآلات تم شرائها في 1/8/2009، الطاقة الإنتاجية 250,000 ساعة، عملت خلال الفترة هذه بس 12,500 ساعة. طبعا ما دام الدين بالساعات يبقى معناها طريقة معدل الاستخدام. أما العقارات في 60,000 أراضي، والعمر الإنتاجي للعقارات 40 سنة، وقد تم استخدامها في العملية الإنتاجية من بداية العام من 1/1، وتستهلك بطريقة القسط الثابت، القسط المتناقص المضاعف. قال لي احسب لي الاستهلاكات أو الإهلاكات، تمام، بالإضافة إلى إجراء قيود التسوية والإقفال بس الخاصة بالسيارات حسب الطريقة الغير مباشرة. طيب كلام حلو ورائع، تمام، وهنمسكه ونمشي معاه واحدة واحدة. نيجي أول شيء، أول نقطة عندنا اللي هي السيارات. السيارات اشتراها في 1/1/2009، يعني في بداية السنة، تمام. قال لي تمتلك بطريقة مجموع أرقام السنين، تمام، مش أي مشاكل، نحسب لها. قال لي السيارات قديش قيمتها؟ قلت له قيمتها حسب ميزان المراجعة 34,000، قيمتها كخردة 2400 2500، تمام. طيب قديش عمرها؟ قلت له عمرها 8 سنوات. نطبق القانون، طبق القانون. تكلفة الأصل عندنا هيكون 34,000 ناقص الخردة 2500 في العمر الباقي. طبعا أول سنة هي عمرها 8 سنوات، العمر الباقي هيضل قديش؟ 7، 7 زائد 1 8، على مجموع أرقام السنين. مجموع أرقام السنين ما دام 8 هتتغلب، وأنت بتجمع 1 زائد 2 زائد 3، فأنت ريح راسك على طول بتقول نون اللي هي 8 ضرب، افتح قوس، 8 زائد 1 سكر، بيطلع عندي 72,000 على 2 تطلع 36,000، 36 عفوا. او انك تقول 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8 36. هيك صارت العناصر عندي كلها متوفرة، بعوض على طول. عفوا، هاي شايفين 34 ناقص 2500، بطلع الناتج لحال، بعدين بضربه 7 زائد 1 اللي هي 8. يعني لو قلنا بنعوض على الآلة الحاسبة بتطلع معي كيف بشتغلها، بقول 34,000 ناقص 2500 ضرب 8، من وين ال 8 هي 7 زائد 1 تقسيم 36، بيطلع عندي 7000. طب اشوف 7000، مظبوط 7000. طيب نيجي للنقطة الثانية الأثاث. قال لي الأثاث تم شراؤه في 1/1/2009 بداية العام، باستثناء طبعا الأثاث كله ب 24,000. 24,000. قال لي بس بدك تنتبه. تقول له بدي أنتبه لإيش؟ قال لي ال 24,000 الأثاث انشرى منهم
انشروا في 1/1/2009 ما عدا 4000، يعني فعليا هو اشترى الاثاث على مرحلتين. المرحله الاولى اشترى ب 20000 اثاث في 1/1، والمرحله الثانيه اشترى بتكمله الاثاث القطع اللي ناقصه عنده بقيمه 4000 دينار. قلت له بالنسبه للجزء الاول اللي في 1/1، تمام، اللي هو طريقه قسط ثابت، طبعا قيمه الاصل 20000 ناقص الخردة صفر، ما جاب لي سيرة خردة، يبقى صفر. على العمر الإنتاجي 5 سنوات بيطلع قسط الاهتلاك 4000. هذا بالنسبة للجزء الأول اللي قيمته 20000. أما الجزء الثاني اللي أجى في نص السنة اللي بقيمة 4000 6 شهور، فبقول 4000 ناقص صفر، تمام، على 5 بيطلع عندي 800. طب ال 800 هذه إهلاك سنة كاملة 12 شهر. قال لي لا، هو اشترى لسه في 1/7، يعني 7 و8 و9 و10 و11 و12، 6 شهور. فبقول له اذا ضرب 6 على 12 بيطلع قيمه اهلاكه 400، بصير 4000 زائد 400 قيمه الاهلاك الاثاث في 2009 4400. لاحظوا احنا هان اساسا المفروض نحط المده برضه، بس هان لانها بتيجي 12 على 12 بيطلع 1، فبنكتبهاش لانه احنا من 1/1 بلشنا. لكن لو قلنا 1/2 كنا هنحكي ايش؟ في 11 على 12، لانه هو قلت لك عن 11 شهر. لكن طالما انا بحكي سنه كامله فما بحطش، فبضربها يعني ما ببينش الضرب عندي. هان عشان جزء من السنه حطينا الفتره الزمنيه. طيب نيجي للنقطه الثالثه. قال لي اجهزه الكمبيوتر تم شرائها في 1/5/2003، عمرها الانتاجي 5 سنوات. يعني لو بدي اجي احسب من 2003 5 سنوات 2008، طب هو بيعمل اهلاك 2009، اذا اساسا اجهزه الكمبيوتر هذه مهتلكه ومفروض اصلا يرميها، تمام، عمرها الافتراضي انتهى، فلا تدخل في عمليه الاهلاك السنوي لعام 2009. نيجي للنقطه الرابعه اللي هي الالات. طبعا هذا مريحني، لا قسط ثابت ولا متناقص ولا شيء، ريح راسه. قال لي يا سيد العزيز الآلات تم إهلاكها بطريقة معدل الاستخدام. معدل الاستخدام ريحني، لا بده تاريخ ولا تحسب لي فترة زمنية ولا حاجة. هي قديش صافي تكلفة الأصل اللي هو تكلفة الأصل ناقص الخردة؟ قلت له والله الأصل 45000، تمام، ناقص الخردة صفر، إذا صافي تكلفة الأصل 45000. قلت له طيب هي الآلات هذه مشيت قديش؟ قال لي مشيت 12500. فبقول 12500 تقسيم هذا اللي مشيته خلال الفترة 2009 على العمر المقدر كله اللي هو 250000، تمام، ساعة تشتغلها بيطلع عندي 5%، ضرب ال 45000 قيمة الأصل تطلع عندي 2250 دينار. 12500 ساعة اشتغلت خلال العام، تقسيم 250000 ساعة العمر الإجمالي تبعها الساعات، بيطلع عندي 5 ضرب 45000 صافي قيمة الأصل بيطلع 2250. طيب أما العقارات فقال لي حسب طريقة القسط المتناقص ضعف القسط الثابت. قال لي طبعا العقارات تم شرائها في 1/1/2009. طب العقارات قديش؟ قال لي هدول 280000. قلت له طب العقارات، ما هي كلمة عقارات تشمل الأراضي والمباني. قلت له فيها أراضي؟ قال لي 60000. قلت له إذا بدنا نستثنيها فهنقول 280000 ناقص 60000 ضل عندي 220000. طبعا هو شراها في 1/1/2009، معناها في القسط المتناقص المضاعف، تمام، مش هيكون عندي مجمع إهلاك. طيب قديش عمر العقارات قدر؟ قال لي 40 سنة. فبقول 1/40 طلع معي كيف اطلع نسبة القسط الثابت المضاعف؟ النسبة 1/40 × 2 بيطلع عندي 5%، ضرب 100 عشان اطلعها ضرب 5%، تمام، 5% هيها شايفين 5%. فبقول تكلفة الأصل اللي هو 220000 ناقص مجمع الإهلاك صفر لأول سنة ضرب 5% تطلع عندي 11000. من وين جبناها ال 11000؟ 220000. من وين جبنا ال 220000؟
قلنا 280 قيمة العقارات ناقص الأراضي، الأراضي لا تهتلك 60 ألف، بضل 220. طيب السنة الأولى فيها مجمع إهلاك؟ لا صفر. إذا ناقص صفر ضرب 5%. كيف جبنا 5%؟ قلت له واحد تقسيم العمر الإنتاجي 40 سنة ضرب 2 عشان يصير مضاعف. هاي 5%، هذه 5.05 يعني 5%. بدك تخليها 5% زي الإشارة، ضرب 100 زي هيك بتصير 5%. تضربها في 5%، هذه طبعا عبارة عن 5 تقسيم 100، يعني 5 على 100. تمام، تطلع عندي إيش؟ 11 ألف. طيب بده التسوية الخاصة بالسيارات، قلنا السيارات قيمة الإهلاك تبعها 7000، أقول من مصروف إهلاك السيارة إلى مجمع أو مخصص إهلاك السيارة 7000 7000، وبعدين بأرحل الإهلاك على الأرباح والخسائر، مدين بقفله بخليه دائن. هيك بنكون أنهينا موضوع طرق الإهلاك في الأصول الثابتة. بيجي عندنا آخر موضوع اللي هو الاستغناء عن الأصول الثابتة إن شاء الله.